تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام. ها نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم مشاهدينا الكرام ومن خلال فقرات البرنامج سنتوقف مع محطات منوعة من الأحداث الرياضية والأخبار المحلية والعالمية. سنكرس معظم الوقت مع المحور الرئيس وهو انتخابات نادي القوى الجوية التي أقيمت مؤخرا في نادي اليرموك الترفيهي وسط العاصمة بغداد، لنتعرف على من سيكونون الأمناء الجدد على مستقبل هذا النادي الذي يعتبر من بين أقدم الأندية العراقية، وهل سيشهد هذا الصرح العريق عصرا انتقاليا جديدا لا سيما بعد الأزمات التي رافقته مؤخرا. هذا المحور وقضايا أخرى متعلقة بالأمر سنطرحها من خلال فقرات البرنامج لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، والبداية مع المتابعات المحلية والعربية والعالمية نوجزها قبل الخوض في محور حلقتنا لهذا اليوم. البداية مع الأخبار المحلية، إذ فازت لاعبة منتخب العراق للقوس والسهم رند سعد ولاعب منتخب العراق للجودو حسين علي حسين بانتخابات الرياضيين الأولمبيين لعضوية الجمعية العامة للجنة الأولمبية العراقية، فيما فازت الدكتورة بيداء جيلان برئاسة اللجنة النسوية في المؤتمر الذي عقد بفندق الشيراتون وسط بغداد. وبهذا انضم 3 أعضاء جدد للجمعية العامة تحضيرا للمؤتمر الانتخابي التكميلي المقبل المقرر يوم الخميس القادم. محلياً أيضاً، قدم نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي الطلبة محمد طالب الهاشمي استقالته من منصبه في الهيئة الإدارية لأسباب شخصية. الهاشمي تقدم بالشكر الجزيل لكل من سانده من أعضاء الإدارة والإعلام والجماهير الرياضية وتمنى التوفيق والنجاح للنادي في الدوري. من جانبه أعلن رئيس الهيئة الإدارية للنادي علاء كاظم موافقة الإدارة على استقالة الهاشمي. عربياً، ضرب الأهلي المصري بقوة ليخرج منتصراً بثنائية نظيفة على مضيفه الوداد الرياضي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. صانع ألعاب القلعة الحمراء محمد مجدي تمكن من وضع الفراعنة بالمقدمة بتسجيله هدف السبق مع بداية المباراة قبل أن يعزز علي معلول النتيجة بهدف ثاني من ركلة جزاء، على أن يلتقي الفريقان في العاصمة المصرية القاهرة الجمعة المقبلة بإياب الدوري ذاته. عالمياً وتحديداً في الدوري الإنجليزي، تقاسم إيفرتون المتصدر مع ضيفه ليفربول حامل اللقب نقاط ديربي الميرسيسايد بتعادلهما بهدفين لكل منهما في إطار منافسات الجولة الخامسة للبريمير ليج. وسجل ثنائية الريدز السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح، بينما أحرز لإيفرتون مايكل كين وكالفرت ليون. وضمن منافسات الجولة نفسها، حقق مانشستر سيتي فوزاً صعباً على ضيفه أرسنال بهدف دون رد سجله رحيم ستيرلينغ في شوط المباراة الأول، فيما قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف إلى فوز بأربعة أهداف على مضيف نيوكاسل يونايتد، حيث تقدم صاحب الأرض بهدف جاء بنيران صديقة من المدافع ألماني لوك شو بالخطأ ليدرك هاري مغواير التعادل للشياطين الحمر، فيما تمكن الأخير من إضافة 3 أهداف عبر فرنانديز وبيساكا وماركوس راشفورد. وأخيراً، خطف فريق ساوثهامبتون نقطة ثمينة من مضيفه تشيلسي بتعادله معه بثلاثة أهداف لكل منهما. تناوب على أهداف البلوز كل من الألماني تيمو فيرنر هدفين وكافي هافرتز، فيما أحرز لساوثهامبتون كل من داني أنجز وتشي آدمز وفيسترغارد. الآن سنتجول مع أروقة الصحف الرياضية المحلية والعربية لمعرفة ما كتبه الزملاء في مقالاتهم الرياضية من خلال فقرة القلم الرياضي. نتابع. في الصباح الرياضي كتب الزميل كاظم الطائي مقالا بعنوان احذروا التسجيل عكسيا، جاء فيه أن اللاعب الأوغندي تشيرشيل أواسي وعمره 22 عاماً ارتكب خطأً دفاعياً في إحدى المباريات الودية لمقاطعة لامو شمال البلاد عبر تمريرة لم تكن موفقة أدت إلى تسجيل هدف في مرمى فريقه، لتتم معاقبته حال انتهاء اللقاء بالركل والصفع وكل فنون القتال الأعزل من عدد من زملائه في الفريق الذين اعتقلتهم السلطات المعنية هناك.
الطائي أكد أنه لو طبق اللاعبون والجمهور عقابهم على من تسبب بهدف عكسي أو خطأ قاتل في المباريات بهذه الطريقة فعلى الرياضة السلام وغلق الملاعب بالشمع الأحمر حفاظا على أرواح الناس. وفي صحيفة المدى كتب الزميل إياد الصالحي مقالا بعنوان ما موقف القضاء من حمودي، جاء فيه إن التساؤل الملح ما موقف القضاء من وجود رعد حمودي بصفته مشرفا على جميع إجراءات العملية الانتخابية حتى الانتهاء منها، وفي الوقت نفسه مرشح كخبير حسب القائمة المسربة للإعلام. هل أن معايير عدم جواز قبول ترشيح شخص يعمل ضمن لجنة مؤقتة أو لجنة مشرفة تهيئ لانتخابات اتحاد أو أولمبية قابلة للاستثناء لمجرد أن هذا الشخص يحمل تخويلاً من الأولمبية الدولية أو الهيئة العامة؟ هل للأولمبية الدولية علماً بأن ممثلها الرسمي الوحيد أمامها لديه الرغبة بالمضي في دورة ثالثة من فترة اشتغاله التي استمرت 11 عاماً منذ فوزه أول مرة رئيساً للجنة يوم السبت الرابع من نيسان عام 2009 ثم فاز بولاية ثانية يوم السبت الموافق 15 من آذار 2014؟ وفي صحيفة الحقيقة كتب الزميل قاسم حسون الدراجي مقالا بعنوان عماد ومواسم الحصاد، جاء فيه لقد تعامل مدرب منتخب الناشئين مع الجميع بسواسية رافضا التدخلات والوصايا والعلاقات الشخصية في اختيار اللاعبين ووضع سياق واحد وطريق واحد للوصول إلى المنتخب وهو الميدان والاختبار داخل المستطيل الأخضر ولا شيء سواه، وهذا ما سيضاعف المسؤولية على عاتقه في تحقيق نتيجة طيبة تتناسب مع سمعة الكرة العراقية أسيوياً والإعداد لاعبين مميزين ليكونوا نواة لمنتخب الشباب والمنتخب الوطني بعد 4 أو 5 سنوات إن شاء الله. إذن نحن وإياكم وعماد محمد في انتظار موسم الحصاد الذي سنجني من خلاله بيادر الخير في وفرة اللاعبين الشباب والمهارات الفنية التي ستدافع عن ألوان الكرة العراقية ولتكمل مشوار النجوم الذين تألقوا في سماء الكرة العراقية والعربية والآسيوية ومن بينهم العمدة. الآن مع محور حلقتنا لهذا اليوم والذي سنسلط الضوء من خلاله على انتخابات نادي القوى الجوية، إذ انتخبت الهيئة العامة لنادي القوى الجوية هيئة إدارية جديدة لها تجسدت بفوز اللواء الطيار شهاب جاهد برئاسة النادي، فيما فاز الكابتن سمير كاظم بمنصب نائب الرئيس واللواء الركن محمد صوب الله بمنصب أمين السر وموفق الزهيري بمنصب الأمين المالي، كما فاز حمادي أحمد وعلي صغير وماجد علي ورشا طالب وهيثم كاظم بعضوية الهيئة الإدارية الجديدة. مشاهدينا سنتابع سوية التقرير التالي الذي سينقلنا إلى مشاهد العرس الرياضي الانتخابي لنادي القوى الجوية بعد اختيار من سيمثل إدارة العريق في المرحلة المقبلة. سنتابع الآن التقرير ومن ثم نعود إلى ضيف صدى الرياضة للحديث أكثر حول هذا الموضوع، نتابع. عرس انتخابي تكلل بالنجاح بشهادة كل من تابعه شهدته الهيئة العامة لنادي القوى الجوية التي اختارت من يمثلها ومن يكون أمينا على مستقبلها لينبري قائد سرب الصقور وربان سفينة الجويين اللواء الطيار شهاب جاهد بكل ثقة ويمسك بمقودها على أمل الوصول بها إلى بر الأمان. نادي القوى الجوية الذي شهد في الآونة الأخيرة حالات مد وجزر جعلته مترنحا يبحث عن سبيل للخروج من الأزمة التي وضعته في حيرة من أمره من خلال استغراب المقربين له من وضعه المتمثل برداءة وبؤس البنى التحتية له في الوقت الذي يمثل أقدم وأعرق نادي عراقي، لا سيما بعد نتائجه المتميزة خصوصا في كأس الاتحاد الآسيوي الذي خطف لقبه 3 مرات. إذا خالفوا يوم من الأيام أول واحد أنا أمرح أرجع مثل ما قلت لكم إذا 3 شهور ساعة أستقيل ما صارت من الانتخابات، نعم. راح
أقول لك راح أعمل استقالة وأقول السبب من اللي عقل النادي. الصقور كما يحلو لعشاقه ومحبيه أن يطلقوا عليه عانى الأمرين من خلال المشاكل التي عصفت بهيئته الإدارية السابقة ليلجأ إلى الهيئة المؤقتة التي قادها جاهد ذاته ليثبت للجميع مدى حرصه وولائه لمهنته التي جعلته أحد صقور الجو ليكون عريس ليلة نادي اليرموك الذي شهد العرس الانتخابي بأجوائه الديمقراطية التي لم تشهد أي شائبة تعكر صفو المؤتمرين، فكانت حقا ليلة الليلاء بعد أن تكفلت بوضع النقاط على الحروف إزاء عمومية العريق التي منت نفسها بتواجد أبناء النادي على دفة القيادة وتحقق المراد. إذا ما شش مقتنع بي أنه أقدر أساعدك وغير موفق صوتك لا تقيم صوتك. الحمد لله تقيت وهاي فخر وأمانة وحملة الإنسان وكان جهودا. إن شاء الله يوفقك والهيئة الإدارية كلهم جايين ويعرفون السلبيات في السابقة. أنت تعرفه وأنا أعرفه والهيئة الإدارية تعرفه. في حالة إذا اليمين أعوجينا عن الحق فقومونه. صفحة طويت وأخرى فتحت أفقها أمام ثمانية رجال وامرأة ليبدأ موسم الجد الذي ينبغي أن يتكفل بإعادة هيبة النادي واسمه وتاريخه المشرف اللذان لا يتلائمان مع واقع حاله البائس، وهذا ما أكد عليه رئيس إدارته الجديد الذي قالها بالفم المليان إنه سيتجه إلى البنى التحتية وإعادة البناء بعد أن وجد تركة ثقيلة جعلت ناديه دون المستوى المطلوب، مانحا نفسه ورفاقه 6 أشهر معاهدا الهيئة العامة على أن يراقب عمله، ومن ثم سيكون لكل حادث حديث. مشاهدينا، من خلال محورنا لهذا اليوم توضح نتائج انتخابات نادي القوى الجوية تفاصيل عدة، منها أن بعض أعضاء الهيئة الإدارية القديمة أصبحوا خارج الحسابات، فيما أتت بأعضاء جدد منهم نجوم معروفون ومنهم من يعمل لأول مرة بالوسط الرياضي. وللحديث عن هذا المحور ينضم معنا عبر الهاتف من بغداد الزميل الإعلامي طه قمر، عضو لجنة الانتخابات الخاصة بنادي القوى الجوية. أهلا وسهلا بك أستاذ طه في صدى الرياضة، ونحن مشتاقون لحضرتك. أهلا بك أستاذ بلال وبجميع متابعي ومشاهدي برنامجكم المحترم وقناتكم الموقرة، وأكيد أنا أيضا مشتاق لك لأنه من زمان لم نلتقي. أهلا بك. بداية، كيف لك أن تصف لنا الأجواء التي تمت إزائها عملية الانتخابات؟ نعم أستاذ بلال، بصراحة الأجواء كانت جميلة جدا والانتخابات مرت سلسة رغم طول فترتها، يعني من الساعة 11 إلى أن يمكن الساعة 7 مساء حتى حسم الموقف تماما، لكن اتسمت بالشفافية والمرونة ولم تشوبها أي شائبة، ولأول مرة نرى انتخابات في هذه السهولة رغم أنه الجميع كان يتوقع الانتخابات ستأخذ منحى آخر طالما هناك ناس مرشحين ناس يبحثون عن فوز، والانتخابات أكيد ستوفي إلى خاسر وفائز بالنتيجة. طيب استطاع في كل مرة اعتدنا أن ترافق عملية الانتخابات خصوصا في هذا النادي ترافق مشاكل تظهر على وسائل الإعلام كافة، وكذلك تظهر أيضا تقاطعات كثيرة من قبل المرشحين وحتى الهيئة العامة، لكن لهذه طبعا هذه المرة للأمانة لم نرى من هذا القبيل. نريد نعرف كيف سارت الأمور. الحمد لله أنه تمت الانتخابات رغم أنه في كل مرة ترافقها مشاكل، خصوصا آخر مرة كانت مشاكل كثيرة وكان هناك تضارب وتماسك بالهيدي وبالسلاح، لكن اليوم تمت بعون الله تعالى يعني ببرود أعصاب وبتقبل الخاسر النتيجة، والفائز كان مرحب به وكان مبارك له، والجميع طلعوا وخرجوا بالتراضي ولم تحدث أي مشكلة. تمام.
استطاع أطلب منك أن تجيب بصراحة المهني الإعلامي، لا سيما وأنت يعني كنت متواجدا وضمن لجنة الانتخابات، هل هنالك خروقات في القانون أو بالعملية الانتخابية أو أمور لم يتم السيطرة عليها؟ نعم، يعني بصراحة أقول لك، يعني بصراحة المهنة التي اعتدناها وهي أمانة أن ننقلها للمتلقي للشارع الرياضي، إذا أكيد أنا شهادتي مجروحة باللجنة الانتخابية التي هي من قادت هذه الانتخابات إلى بر الأمان، لكن إذا قلت هناك خروق سأدين نفسي، وقلت لا قد لا تصدقون، لكن أمام الله وأمام الناس لله العظيم لم تحدث أي خروقات في هذه الانتخابات، وقانون 18 لسنة 1986 المعدل إلى 37 لـ1988 واضح وصريح جدا، والجميع يعرف بنوده وفقراته واحدة والآخرة، لا يوجد هناك أي خرق، والدليل أنه لم يعترض، حتى الخاسر لم يعترض على أي جزئية من الانتخابات. استطاع، خليك ويانا، سنتابع معا ماذا قال الأعضاء الجدد لنادي الجوية وما هي المشاريع المستقبلية لإنقاذ هذا النادي العريق. خلي نتابع ونعود لحضرتك. طبعا اليوم جرت يعني انتخابات الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية بكل شفافية وصورة ديمقراطية، وكان الكلام واضح من قبل الأعضاء، وكان التصويت كل شفافية للهيئة العامة اللي تمخضت عن انتخاب هيئة إدارية، انتخاب يعني تم انتخابه من قبل أعضاء الهيئة العامة. عملنا المستقبلي بأسبقيات، يعني أسبقية أولى هي البنى التحتية، تعرف البنى التحتية لنادي القوة الجوية تحتاج إلى الكثير، يعني فالأسبقية الأولى في عملنا هي البنى التحتية للنادي ومرافق النادي الرياضي. أشكر اللجنة الانتخابية اللي قدمت وتعبت من الصبح حتى تطلع انتخابات شفافة ونتيجتها إيجابية. إن شاء الله راح نبدأ الاستثمارات، راح إن شاء الله أول شيء نقدر نسويه هو بناء ملعب نادي القوة الجوية يليق بتاريخ نادي القوة الجوية وجماهير القوة الجوية. بصراحة عندنا خطط كثيرة، لكن إن شاء الله راح تبين خلال الاجتماع الأول، راح نقعد مع مستثمرين إن شاء الله، راح نحدد لنا أحد المستثمرين ونباشر إن شاء الله بناء الملعب وبناء البنى التحتية لنادي القوة الجوية كافة. يعني طعمه كلش غريب بالنسبة لي، إن شاء الله أكون عند حسن ظن اللي عدوا أصواتهم لي واللي جددوا الثقة المرة الثالثة، لكن هاي المرة يعني شعور بالنسبة لي تختلف عن كل مرة، حسيت إنه أنا فعلا وضعت بصمة بالنادي، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع. أهلا بك استطاها مرة أخرى، أنت تعلم أن الانتخابات شهدت خسارة الرجل الأول في النادي وهو العميد وليد الزيدي، يعني ممكن تحدثنا عن هذه الجزئية وما هي ردود أفعال الزيدي بخسارته المفاجئة على عكس المرات، كما تعلم المرات السابقة؟ أنا رأيت بأم عيني هذا الرجل الأستاذ وليد الزيدي، كان قلقا من بداية الانتخابات، وكان متوجسا وحذرا ويسوده يشمس حتى من قرأ الملف الإداري على الحاضرين المؤتمرين، كان قلق جدا، ويعني برهة وقت وأخرى يعني يحذر من حدوث خرق في القانون، حدوث ونحن تكفرنا بعدم وجود أي خرق أمامه، ولذلك ارتضى لنفسه الخسارة وخرج قبل موعد انتهاء الانتخابات بفترة طويلة. استطاع، لك مني خالص الشكر والتقدير على انضمامك معنا في صدى الرياضة. شكرا لك، شكرا لبرنامجكم، شكرا لقناة الرافدين الموقرة ولجمهوركم الكريم إتاحة الفرصة لنا من هذا المنبر لنتحدث لجمهورنا ونضعه بالصورة من خلال برنامج صدى الرياضة. مشاهدينا، كان معنا عبر الهاتف من بغداد الزميل الإعلامي طه قمر، عضو لجنة الانتخابات الخاصة بنادي القوة الجوية، شكرا جزيلا له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبذة عن مسيرتي الرياضية. بدايتي كانت مع نادي الموصل بالفئات العمرية، ودرجت ناشئين وشباب ومنتخب ونادي الموصل. حققت إنجازات كثيرة مع نادي الموصل ومنتخبات الموصل، وأيضا انتقلت إلى بغداد، مثلت نادي الجيش والشرطة والرشيد والكرخ. وأيضا مسيرتي كانت من خلال هذه الأندية 15 موسم في الدوري الممتاز، حققت كثير من البطولات، وكانت أبرزها حصولنا على بطولة منتخبات الشرطة العربية في ليبيا مركز الأول، وحصلت على أفضل لاعب في البطولة، وأيضا بطولة الانتفاضة العربية في تونس أخذنا المركز الأول، وأيضا في تصفيات الأندية العربية أخذ الأول، وفي النهائيات في السعودية. مشاركات كثيرة كانت على مستوى الخارجي والداخلي، والآن أنا مستقر في أستراليا أمارس عملي الرياضي، وإن شاء الله يعني مثل ما مثلت هذه الأندية والمنتخبات العراقية كلاعب، أتمنى من الله عز وجل أن أكون أحد مدربين أحد هذه الأندية والمنتخبات العراقية. أخوكم اللاعب الدولي السابق عايد أسو أستراليا مالبورن. تحياتي للجميع. جمهورنا الرياضي، هذه مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة سنتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، استعاد غرناطة نغمة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه إشبيليا بهدف للا شيء. سجل هيرارا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82. وضمن مفاجآت هذا الأسبوع بالليغا، حقق فريق قادش الصاعد حديث لدور الأضواء فوزا مدويا على مضيف ريال مدريد حامل اللقب بهدف دون رد. سجل اللاعب الهندوراسي لوزانو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16. في النتيجة نفسها انهزم برشلونة أمام مضيف ختافي بعدما فك ختافي عقدته المستعصية أمام برشلونة سواء على أرضه أو خارجها في السنوات التسع الأخيرة، ليتغلب عليه بهدف سجله خايمي ماتا في الدقيقة 56 من ركلة جزاء. فيما تمكن أتلتيكو مدريد من انتزاع النقاط الثلاث بفوز صعب على مضيف سلتا فيغو بهدفين لا شيء، وكان سلتا فيغو الطرف الأفضل في أغلب فترات المباراة، لكن خبرة لاعبي المدرب سيميوني كان لها دور بالحسم والعودة إلى سكة الانتصارات. في الدوري الإيطالي وضمن المرحلة الرابعة، حقق ميلان فوزا ثمينا للغاية على مضيفه وجاره اللدود الإنتر بهدفين لهدف، جاءت الأفضلية بفضل ثنائية نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. بينما اكتفى يوفنتوس حامل لقب بتعادل إيجابي بهدف لهدف أمام مضيفه كروتوني صاحب الأرض، سجل أولا عبر نوانكو بركلة جزاء في الدقيقة 12، وعادل ليوفي الإسباني موراتا في الدقيقة 21. وعانى اليوفي كثيرا بغياب نجمه كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا. أما فريق نابولي فقد دك شباك أتلانتا برباعية مقابل هدف واحد، مفرغا بذلك سخطه من قرار تخسيره بثلاثة أهداف للا شيء بسبب تغيبه عن مباراة يوفنتوس بالمرحلة السابقة. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام فقرات صدى الرياضة لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة رياضية جديدة. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات أسرة صدى الرياضة، أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق النجاح الإبداع. هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.